هذا وصاحبت الجلسات الحوارية في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منصات وورش تفاعلية قدمها مجموعة من الخبراء والاستشاريين في مجال التواصل الحكومي. ريم عيسى ترصد لنا أبرز ما قدم من ورش العمل في اليوم الأخير من عمر المنتدى في نسخته السابعة. اليوم الثاني من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وعبر منصاته التفاعلية كان حافلاً بالمحاور، وهذا ما عكسته منصة ملتقى شباب الشارقة التي نظمها مجلس الشارقة للشباب من خلال فتح باب النقاش بين صناع القرار والشباب بغية التعرف إلى أفكارهم وتطلعاتهم في بناء مستقبل التنمية. إيجاد المنصة هذه كان لها دور وتأثير كبير في اقتراحات الشباب، كان لهم دور كذلك في صناعة القرار. اليوم كذلك في اليوم الثاني لمنتدى الدول الاتصال الحكومي، وجود مدراء حوار وكذلك مدراء من كبار جهات الحكومية في إمارة الشارقة كان فقط لجعل الشباب يتمتعون بالروح الحماسية أكثر في تبني الآراء وتبني المقترحات. وفي ركن آخر من أركان المنتدى أقيمت ورش عمل قدمها نخبة من المتخصصين والخبراء فيما يتعلق بتطوير آليات الاتصال الحكومي، ومنها ورشة صناعة الأخبار الدولية والوسائط المتعددة وورشة دور الإعلام الجديد في خدمة القضايا الإنسانية التي نظمها نادي الشارقة للصحافة وغيرها. عنوان تبع أو ثيمة ورشة التدريب هي صناعة الخبر على نسق وكالات الأنباء العالمية، خصوصاً تومسون رويترز فاونديشن، وأنه كيف الصحفي بيقدر أنه يعالج الأخبار، يكتب النصوص بطريقة احترافية وبمهارات عالية. ورشة معنية بالاتصال الحكومي في عصر التكنولوجيا الحديثة ومخاطبة الشباب، كيف يمكن أن يتعامل القائم بالاتصال في المؤسسات الحكومية مع أحدث ما أنتجته تكنولوجيا الاتصال. حضور وتفاعل كبيران شهدتهما فعاليات اليوم الثاني انعكس خلالها هدف المنتدى الذي يسعى في كل عام إلى تحقيق التنمية وتحديد الخطوات للوصول إلى حكومات أكثر تواصلاً واستجابة للجمهور. المنتدى الدولي للاتصال الحكومي من خلال هذه الورش التفاعلية التي يقدمها خبراء عالميون جاء ليؤكد أن المستقبل لن يحمل معه أي تغير إيجابي من دون إشراك الحكومات لجمهورها في رسم خططها ومشاريعها التنموية. لأخبار الدار ريم عيسى من أكسبو الشارقة.